مش مصدقه نفسي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ولا انا مصدق نفسي يا شراح. اخيرا بقى لنا اوضه نوم وسرير ومش هيشاركنا فيها خالك المعفن اللي اسمه صلاح عظمه. اوعى اوعى. هاتي بوسه سريعه. طيب لا ولا هتلمسني يا بنت. انا محروم محروم بقالي كتير. هاتي بوسه بقى. لا الله احنا في الشارع وفيها ايه؟ ما انا عامل لك دير اهو. وبعدين ما حدش هيشوفنا غير الناس اللي في البلكونات. حلو قوي. افرض بقى الناس اللي في البلكونات دول شافونا هيقولوا علينا ايه؟ هيقولوا علينا اتنين مجانين ومحرومين. خلاص انا خلصت اهو. اوعى. ما تيجي نعمل بريك جوه كده في الاوضه نص ساعه. اما تقولي انت بتشتغل ايه الاول؟ انت شرح ما تضغطيش عليا اكتر من كده. اوكي خلاص انت حر. شرح انا بشتغل في وظيفه خطيره في مكان حساس ما اقدرش اقولك عليه. شرح انا اوعى بقى اوعى. انا بشتغل عند الرئيس. وانت بقى بسلامتك بتشتغل ايه عند الرئيس؟ ده انت حيالله حته طباخ لا رحت ولا جيت. ما انا طباخ الرئيس يا انشراح. طباخ مين يا اخويا؟ طباخ الرئيس. اوعى. ايه ده؟ مين اللي هيجي لنا الفجر؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ ما هي ليله باينه من اولها. وانت اللي مصحيك لغايه دلوقتي. ازيك يا متولي؟ حازم بيه؟ معلش زياره مفاجاه كده في وقت متاخر شويه. اتفضل يا فندم. يا اهلا وسهلا يا فندم. يا اهلا يا باشا. معلش الشقه مكركبه اصل احنا لسه معزلين. يا اهلا بيه. اتفضل يا فندم. طب وليه التعب ده بس؟ ازاي البيبي؟ الحمد لله يا باشا كويس بس ما بينيمناش والله. انت شاب وده الوقت اللي تقدر تأمن فيه مستقبل أسرتك ومستقبل الولد. ربنا يخليك يا باشا. أنا عارف إن موقفك حرج ومش هتقدر تقول له الكلام ده. إنما أنا أقدر أفتح سيادة الرئيس إن دي رغبتك. هنجيب لك وظيفة في أوتيل كبير بمرتب كويس عشان تكون نفسك. أنا مش فاهم سعادتك تقصد إيه؟ قصدي إني أعفيك من الحرج وخلصتك أنا الموضوع ده. يا باشا أنا مش عايز أشتغل في أوتيلات. يعني إيه؟ يعني أنا هفضل مع سيادة الرئيس طول ما أنا عايش. جايبه بدري كده. اتفضل ادخل. خير يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ عايزني اسيب الشغل عند سياده الرئيس. يبقى فتحت بقك واتكلمت يا متولي. انا ما قلتش حاجه غلط لسياده الرئيس عم سليمان. انا قلت له على اللي شفته بعناية. ما هو ده اللي طلعني معاش يا ابني. انت فاكر ان السن هو اللي طلعني معاش؟ لا انا اللي طلعني انه قلت لسيادة الرئيس وكلامي ما عجبهمش. بس انا قعدت سنين عقبال ما اتكلمت. انما انت يا اخويا ما شاء الله داخل شحط كده. طب وايه العمل دلوقتي يا عم سليمان؟ هي دي فيها عمل؟ تسكت. ما اقدرش يا عم سليمان. ما اقدرش سيادة الرئيس يسالني على حاجه واكذب عليه. خلاص يبقى تتكلم. بس في النهاية يا حبيبي هتقعد قعدتي دي. لا حول ولا قوة إلا بالله.
حصل امتى الكلام ده؟ ده كان كويس. التقرير الطبي بتاعه بيقول ان عنده فيروس سي. يتعالج على اعلى مستوى وفي احسن مستشفى وعلى حسابي. حاضر يا فندم، اللازم كله هيتعمل. تطمنوني عليه اول باول. حاضر يا فندم، بس كان في ايه يا حسن؟ في طباخ يا فندم رائع اختبرناه ونجح، وكان نفسي بس سعادتك تشوفه. طيب تعال يا حسنين. متجوز يا حسنين؟ ايوه يا فندم. عندك كم عيل؟ عندي 5 عيال يا فندم. وعامل ايه في مصاريفهم؟ الحمد لله يا ريس، التعليم مجاني والاسعار في متناول الجميع والمواصلات اتحلت بالتوك توك. يا ريس احسن ناس عايشين في البلد دي هم محدودي الدخل يا فندم. قول لي يا حسنين، طبق كشري بكام؟ بنص جنيه يا ريس. والرغيف المدعم حجمه قد ايه تقريبا؟ قد كده يا فندم. يا حسن انا ما باكلش من الكلام ده. يا كوليس مش معندنا في كوسان بالصدور. هات بسرعه، بقول لك يا متولي العربيه دي تشمل هنا قدامك لحد بكره، لو مش انتقاش ابعت لك اللوش الشيله. فاهم ولا مش فاهم؟ اطلع يا جابك بدري كده. رفضوني من المدرسه. ليه؟ قالوا لي ركزي في المظاهرات احسن لك. يعني احنا الاثنين بقينا في الشارع خلاص. فاكره شرح العربيه دي؟ شافت احلى ايام حبنا، ايام ما كنت شغال عليها على الخط، وبالتحديد المكان ده ظرفتك فيه اول بوسه في حياتي. ما تجيبي بوسه خالص. لو النبي لحسن تكون اخر بوسه. انا سبق ونبهت ان مش عايز حاجه زي دي تحصل. تمام يا فندم. تقول لحازم الرئيس أمر إنك تقعد في بيتك، مش هسمح بأي نوع من التجاوزات. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. أكيد كنت نايم يا متولي. نايم اصحى لك يا ريس، فخمتك بنفسك؟ أنا مش مصدق نفسي. انشراح، فخمت رئيس انشراح. الله يا رأي يا جماعة، حاسبوني واقف على الباب ولا إيه؟ إزيك انشراح؟ الحمد لله يا ريس.